تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة بعد عمل استعلاماتي دقيق وبالتنسيق مع النيابة المحلية من توقيف شخصين بمدينة الخروب بطريقة جد احترافية، وبعد استصدار إذن بتفتيش منزلهما العائلي تم حجز ما يقارب نصف كيلوغرام من مسحوق أبيض كان المشتبه فيه الرئيسي يروجه على أنه مادة الكوكايين. الخبرة العلمية أثبتت أنه عبارة عن مسحوق للمؤثرات العقلية من نوع ترامادول. هذه العملية الإيجابية مكنت أيضا من حجز أكياس بلاستيكية مهيئة ومعالق تستعمل لأخذ المقادير وتهيئة وتوظيف هذا المسحوق، بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء بمختلف الأحجام تستعمل في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات وبث الرعب في أوساط المواطنين.